طحونتي لهنا كبرت لهنا صورتي تقصت لهنا حبيت تجرحت تعلمت نمشي نحبها برشا الملاسين هنا كبرت هوني وليت راجل عرفت الدنيا حليت عيني هوني دونك عزيز عليا الملاسين من الحرف للطرف يلزم نوصلوا أصوات الشباب في البلايس الكل كما حكيت قبل الملاسين خذيتها موديل لكن المعاناة معاناة واحدة نلقاوها في ملاسين نلقاوها في حي هلال نلقاوها في المناطق الداخلية في القصرين وفي باجة وفي كذا برشا تهميش الحقيقة يعني كي ترى أنت جوني حل عينيه صباح شوف شنو يرى قدامه حق بتاع ربي مشاهد مؤلمة ذي الوالد أخوي ربي يوفقه وبلال طيب راه مش بلال قلبه أبيض ياس حتى كان معصب بلال قلبه أبيض ياس يرجع معنا طبعا عنده شكل والحمد لله ربي يوفقه هذاك هو ديما تبعوا وتشجعوا في خدمته ديما نشجعوه قريب ومو مغرب نحبه خطر على الغربة مسكين يجي كما كيقول 3-4 شهور بلال البريكي هو ولد حومتنا وليدنا تربي عنا ومولود في الحومة وهكي دارهم وبلال البريكي كي حب يعملها في الملاسين ويوصل صوت الملاسين يعني ما كذبش يعني الملاسين تستحق باش صوتها يوصل وتستحق باش تتهز شوي نقصة دور ثقافة نقصة دور شباب نقصة زادة استاد ساعة ساعة ويسكروها عليهم يقعدوا صغيرات يلعبوا في الشارع زادة ما تجيش مسرحية سي بلال البريكي مسرحية ممتازة وهي بصراحة مسرحية تعبر على برشا مشاكل خاصة مشاكل الأحياء الشعبية مش معناها الملاسين راي ما نسمع عليها كان الأخبار اللي ماهيش باهية ولا الملاسين معروفة كان بالإجرام ملاسين فيها وأكبر دليل سي بلال البريكي عمل المسرحية هي تعالج مشاكل اجتماعية اللي فيها المخدرات فيها برشا حاجات خايبة فهمتني وحن ملاسين توك جي تشوفها من السمران الحي هلال للحفرة وكلها المناطق هذه كلها ما عندهاش حتى دور ثقافي بلال وتحومتنا بارك الله فيه اللي وصلنا صوتنا على نطاق الجمهورية ونجموا على نطاق العالمي خاطر ولات فهمتي كل شيء باين فيه الخير تطفل فهمتي بالرغم اللي يعيش البرة فهمتي وساعات يجي لدارهم هنا اللي وصلنا صوتنا بلال البريكي ولد حومتنا ولايه باهي وكل شيء فهمت نجح في الدومين اللي هو فيه الملاسين احنا مستحقين شكون يوصل صوتنا ديما فما كان نظره ملاسين من الملاسين معناها يغزروا كان نظره دونيه فهمت كيفاش برغم اللي ملاسين خرجت برشا عباد باهيين وناس وصلت حتى بالذيب تعرفوا حتى بالذيب فوزي كشروط ريفال همامي عبد القادر بالاحسن هذا يا خويا هذا المنبع نتاع الملاسين شن نساور لنا طيور الجنه طيور الجنه ايش نشوف شو مرحبا مرحبا بايبو عليهم ماي بايبو عليهم صافا انهم مثلا كان عملوا لهم مسرح نحن ولا دار ثقافه اللي هو موضوع المسرحيه خير من طرح رامي دونك هذا الهدف نتاعنا